مشاهدي قناة الشروق في كل مكان، مرحبا بكم في لقاء خاص تسجله قناة الشروق من جوبا عاصمة جنوب السودان، التي تشهد هذه الأيام مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. في معيتي الآن ضيف خاص جدا، سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي. سعادة الفريق مرحبا بك عبر قناة الشروق الفضائية. تحية لك والتحية لمشاهدين قناة الشروق. سعادة الفريق، نحن في جوبا حيث أجواء السلام والتفاؤل بالسلام للوطن الحبيب. هذه فرصة لكي تحيي الشعب السوداني وهو يحتفي ويحتفل بثورة ديسمبر المجيدة. شكرا لإتاحة الفرصة. أنا بحيي الشعب السوداني على مرور عام على الثورة المجيدة، وبترحم على روح الشهداء من المدنيين والعسكريين، وعاجل الشفاء للجرحى، وأيضا بحيي أهلنا في السودان، وبقول للشعب السوداني المرحلة مرحلة. الآن السودان بمر في منعطف في كل المجالات، من ناحية أمنية، من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية. الآن السودان بمر بمنعطف خطير جدا. أنا بتمنى أن من الشعب السوداني كل التضافر والجهود والتعاضد، والناس تكون على كل على كلمة سواء، عشان تطلع السودان من الوحلة اللي الآن موجود فيها. ونحن زي ما الناس كلها بتقول، الشعب السوداني شعب معلم وشعب راقي وشعب فاهم وشعب معلم للشعوب. نتمنى أنه الكلام ده يحنق قدره ونجتاز الامتحان ونطلع السودان لبر الأمان إن شاء الله، عشان السودان ينعم بالسلام وبالاستقرار، وجوارنا أيضا ينعم بالسلام وبالاستقرار إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة الفريق، التقيت قبل يومين بجوبا ب القائد عبد العزيز الحلو جناح الحركة الشعبية، ماذا دار في اللقاء ربما كان بعيدا عن أجهزة الإعلام؟ والله هي زيارة لأخ عبد العزيز الحلو، زيارة اجتماعية، ويمكن استمرت تقريبا ساعتين إلا 10 دقائق، ولقاء كان لقاء طيب، وكان لقاء ودي، وكان لغاية يعني صحيح، يعني المقصود منه هو زيارة اجتماعية والمعرفة أكثر، ولكن هو المقصود منه تغريب وجهات النظر، وتكلمنا في قضايا كثيرة، ويعني برضو الحمد لله يعني عرفنا عبد العزيز عن قرب، ورجل فاضل، ورجل يعني رجل ورع، ورجل يعني نقدر نقول أنه هو صحيح، يعني بس التجارب المريرة المرابية يمكن تخليه هو يعني شوية يعني عنده مواقف ماسك فيها، لكن برضو لها المواقف. أنا بحسب قعدتي معه طلعت بأنه الرجل عنده أسباب في المواقف دي، لكن يعني اللغة كان لغة طيب، ولغة كان يعني وبرضو كسرنا حواجز العزلة بتاعتنا، أنه هو حركة ونحن حكومة دي ما موجودة الآن، حنزوره ويزورنا وبيته بيتنا، وإن شاء الله نحن يعني في الأيام الجاية متفائلين خير كتير، ومتفائلين أنه يعني نكون قريبين من بعض، والتفاوض بيستمر إن شاء الله، ونتمنى أن نصل لأول حوار يستمر إن شاء الله، نصل لوفاق يرضي الشعب السوداني كله إن شاء الله. ملف الشرق أيضا حدثت به تعثرات في المفاوضات، ماذا وصلتم في هذا الملف وفي هذا المسار؟ طيب، مسار الشرق طبعا معروف، المشكلة اللي حصلت في شرق السودان كل الشعب السوداني وكل العالم عارفها، ونحن بعد ما حصل الاجتماعات يعني طلبنا من الإدارات الأهلية أو رموز المجتمع في شرق السودان يعني يحضروا لنا في جوبا، وفعلا حضروا في جوبا، وحصلت نقاشات وحصلت اجتماعات كثيرة جدا، والآن يعني عملنا الافتتاح اليوم، وأجلنا المسار لأسبوعين أو ثلاثة عشان نقدر نعمل مؤتمر جامع، والمؤتمر ده قررنا من أول يوم قبل ما تحصل مشكلة الشرق. احنا قررنا في التفاوض أنه الشرق عاوز مؤتمر جامع يعني عشان يوري مشكلة الشرق من كل أهل الشرق. فنحن الآن المؤتمر إن شاء الله حيقوم، وبرضو أخواننا الجنوبين هم حيرعوا الـ 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 المؤتمر عشان يكون في حيادية تامة يمثل أهل الشرق الحقيقيين. لكن أنا أقول لأهل الشرق رسالة، أنه الآن المسار اللي سيقولنا أولادهم في شرق السودان
إضافة بالنسبة لهم، ما خصمهم عليهم، ما يشتغلوا بالسياسيين، يشتغلوا بالناس اللي عندهم أجندة. المسار ده الآن، حتى إحنا قبل يومين رجعنا في الفترة الجولة السابقة أول رجعنا السودان وعملنا اجتماع للجنة التفاوض أو المجلس الأعلى للسلام، وجبنا فيه وزير المالية. وزير المالية طرح أنه في الميزانية والتمييز الإيجابي بالنسبة للولايات المضرة بالحروب، فكانت الولايات 8. يعني دا ردي رسالة للولايات 3 في شرق السودان، كانت الولايات التمييز فيها تمييز تقريبا 7% 8 ولايات، لكن قلنا لا، الشرق اللي هي شرق السودان 3 ولايات، كسل أضفنا كسل والقطاري، وأضفنا غرب كردفان كمان برضو متضررة. فدي كل الحاجات دي جافة مسار الشرق. نحن دار نصل لسلام حقيقي، دار نصل ما كلام سياسي، نحن دار نصل لسلام حقيقي. فأهل الشرق المسار من مصلحتهم ما من ضررهم، ما يسمعوا كلام السياسيين، ما يسمعوا كلام الناس اللي عندهم أجندة، يعني يشوف مصلحة أهل الشرق وين. فالشرق فيه مشكلة الآن حقيقية، ولازم تتحل مشكلة الشرق، ولازم الدولة برضو تكون دولة عندها هيبة عشان تفرض السلام والأمن والاستقرار للمواطنين. لازم الشرق قضيته عاوزة علاج سريع وعاجل جدا من الشعب السوداني ومن الدولة ومن أهل الشرق ومن حكماء الشرق إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة الفريق تنتظر، تتجه الأنظار لجوبا المحلية والإقليمية والدولية، ما الضامن لهذا الاتفاق؟ اتفاق السلام أول حاجة الضامن هو الإرادة، لازم نقول إننا إرادة حقيقية كلنا، يعني من الأطراف المفاوضة زائد حكومة الفترة الانتقالية زائد أخواننا في الكفاح المسلح زائد الشعب السوداني، هو الضامن الحقيقي. الشعب السوداني بإرادته وبتعاضده وبتكاتفه هو الضامن للسلام إن شاء الله. والآن نحن يعني جوبا فعلا الآن هي منطقة مهمة، والسلام ده أنا شايف في ناس بتكلم عن السلام وما في سلام، ده كله كلام ما حقيقي. سلام جاي في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله، متفائلين خير كثير جدا بالسلام، وإحنا ماشيين بروح طيبة، ما عندنا مشاكل، يعني الأخوان ديل معانا ونحن معاهم وروحنا طيبة وماشيين يعني على السلام، ماشي على قدم وساق صحيح. مشكلة الشرك هي اللي هي الآن حصلت فيها ودي حاجة طبعا طبيعية لازم تحصل، لأن حصل موت وحصل يعني من وهم يعني الشدة، لكن بالنسبة لباقي المسارات ماشي على قدم وساق، والسلام جاي بإذن الله، ونتمنى أن الشعب السوداني كله يتعامل بالدعوات عشان نوصل للسلام سريع إن شاء الله بإذن الله. رسالة لعبد الواحد محمد نور للحق أو اللحوق بركب السلام. عبد الواحد محمد نور هاجي من هنا بحييه من جوبا، وعبد الواحد اخونا، وعبد الواحد ذول عندنا ما علاقات يعني متينه، وعلاقاتنا ما علاقات استراتيجيه، ونحن اخوان بالذات انا وهو، يعني احنا جيران في المناطق وفي السكن وكده. فنتمنى له انه يلحق بركب السلام. وعبد الواحد ذول مهم، ناس ما تقدر تقول ان عبد الواحد ده ما مهم، عبد الواحد ذول مهم بالنسبه للسلام. اتمنى انه عبد الواحد يصل لركب السلام ويحقق معنا السلام في الايام الجايه ان شاء الله. ودارين سلام متكامل، ما دارين سلام ناقص، احنا دارين سلام يكون شامل متكامل. اهلنا تعبوا في السودان واهلنا تعبوا في دارفور خاصه، ونتمنى انه عبد الواحد هو حاسس الاحساس ده، لكن برضه عنده تخوف، فتخوفه الان ما موجود. الان ما في ذول يعني ببص انسان على الان الوضع بالتشاور بالتكاتف بالراي الواحد، نحن دارين نطلع السودان ده لبر الامان ان شاء الله. ختاما سعادة الفريق، رساله لقيادات الجبهه الثوريه في جوبا. والله الجبهه الثوريه يعني انا احييهم في جوبا، وانا ما عندي لهم رساله، فقط يسرعوا لنا في التفاوض، ودارين برضو بعض التنازلات، ونتمنى انه نحن وهم الحمد لله اخواننا، وعلاقتنا علاقة طيبة شديد، فقد نقعد في الترابيزة طرفين لكن احنا طرف واحد، ونتمنى انه نحصل لسلام. ومشكرهم على مواقفهم الوطنية، ومشكرهم يعني انه هم الان يعني ماشيين معنا بالتشاور، وان شاء الله نتمنى انه نصل لسلام عاجل، بس فقط بطلب منهم بعض التنازل ان شاء الله عشان نصل لسلام. سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي،
رئيس وفد الحكومة في مفاوضات جوبا. أشكرك جزيلا، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر قناة الشروق عبر لقاء خاص. نتمنى أن يعم السلام والأمن والاستقرار السودان الحبيب. مشاهدينا في قناة الشروق، كنا وكنتم في لقاء خاص مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام في جوبا. نتمنى أن يعم السلام المستدام سوداننا الحبيب. في أمان الله، إلى لقاء خاص آخر.